السلام عليكم ايها الاخوان، تحياتي لكم واحد واحد. كيف حالنا؟ كيف العاده حالنا؟ هذا شو البارفان، واحد ملاحظه ملي كتشي دوي في الفيديو. المهم راه دخلت هي مولاها، راه حدايا دابا كيشوفني كرف كيقول لي ما باغيش يغوت، ما باغيش، فهمتي؟ كيراعي لي الظروف اللعيبات. المهم ما علينا الاخوان، بغينا ندخلوا في واحد الموضوع. دابا هذا الموضوع كيتعلق بالحمام والجقار ديال الحمام والكواليس اللي كيوقعوا في الحمام اللي ما كتعيشوش، وما ودك الاجواء اللي كيعيشوا ولاد الشعب. انا ما كندويش على داك اللي كتعوموا ماما بجونسون بيبي وكتجيب لي بينوار ديال اللون ديال الفريز ولا اللون ديال البعويد ولا كذا. انا كندوي لك على ولاد الشعب اللي كيمشيو للحمام وكيخلصوا بلاصه ب 10 دراهم وكذا. دابا كاين واحد النوع في الحمام اللي انانيين واستعماريين، كاين واحد النوع دابا كيمشي كيبغي يدير قبيح وباسل ولعيبه. وشنو كيمشي للحمام كيحط السطوله حدا هنا والروبيني هنا، الروبيني هنا وكيريح كيبيع حك ويعوم حداه وكيشد الروبيني. وما شحال كاينين، كيتلقى جوج روبينيات اللي كاينين، واحد هنا ولا هنا. شاد لك روبينيات معمر بلاصه، تجي دو معاه مصيبه، كي دو معاه يقول خويا عمرو ما فهمتش هاد القضيه. واش كتحب الحمام تاع باه؟ واش انت مخلص 10 دراهم مع 10 دراهم ولا 300 ريال ومضيع 30000 طل او تما في داركم؟ ما تقدش دير هادشي في دارهم، تلقاه ما كيديرش هادشي. علاش؟ حيت كتلقى باه واقف عليه ولا مو هاز عليه كراطه ولا باه هاز عليه المشحاطه ديال شي بغل، ما يقدرش يدير هادشي في دارهم ديال تضيع الماء وكذا ولا هادي. والله ما يقدر. هاد الجيرانيين اللي كيمشيو للحمام وكيديروا ديك البلاصه وكيريح في ديك البلاصه. الحمام راه ديال الكل، حمام عمومي، ملي كتقرا عمومي ماشي حمام خاص، فهمتيني؟ حمام عمومي. حمام خاص هو داك اللي باني باك، داك المتروس اللي باني باك، هذا هو الحمام خاص. حمام عمومي باش تعرف انك انت راك تدخل واحد الحمام ديال الناس، فيه الناس، فهمتيني ولا لا؟ بلاصه حسانه بوحدها، كاين اللي كيحسن طواب ويضرب في الحيط، فهمتيني؟ كاين اللي دهن الصابون البلدي فين ما جات، يلوح دين امه في الارض، يلوح كاين اللي كيدور يعطيك القص زيتو بحال هكا يتلفت ويجي يحسن باقلو بحال هكا وينفض، ما كيستتر العوره. عاد واحد وحدين حد الرجال كبار عاد كتعجبهم الرياضه في الحمام وكذا، وانتم عارفين الحمام السخونيه كذا، المسام كيتحلو كلشي كيتحل. كاين اللي كتولي عندو الشقفه قد هكا كتحلي قد الشقفه قد هكا، الباي كيرا عندو الصنهاجيه ديالو كتوسعها مع قوه الحمام ومع السخونيه. كتلقى بنادم كتلقاه مريح في السخون فايد 100 درجه الحراره، مقراج وما كيفوت هذيك الدرجه ديال المقراج، كيولي البخار خارج منه، الدخان خارج منه. ودوك الرجال الكبار كتلقاه كيريح ساعه ولا ساعتين في الحمام في السخونيه ديال هذيك السخونيه. اش كيدير؟ كيبدا يدير الرياضه، كيبدا يهز رجليه، وانتم عارفين ملي كيهز رجليه الخصيات ديالنا راه كيرطابوا، راه اي واحد عارف هادشي كيدلاو. وهذاك الشارف دابا كيسحب راسو كيدير في الرياضه، والناس حاضرين كيسحبوه. دابا هو اش كيسحب؟ كيسحب راسو راه كيدير شي لاسو بليس ولا شي حركه ديال جيتلي، والناس كدير فيه بحال هكا. وراه ما عارفش ان راه خارجه للعفريته، خارجه لهذيك باكورات قد هكا، فهمتي؟ وراك عارف ان ذوك الرجال الكبار ما كيلبسوش كيلوطات ولعبات بزاف، وملي كيمشيو للحمام كيديو معاهم هذوك الكيلوطات بحال ديال الشواري، فهمتيني؟ اي فوا كيبدا يدير كتخرج ليه العفريته قد هكا، قد هكا مدليه، تبارك مدليه ليا بحال هكا، بحال هذيك تاع الجزائر بحال هكا، خارجه هي كتسركل، فهمتي؟ مع لاقيه سخونيه برده مسخونه مع راسها، كتبقى دير بحال هكا كتزعلل. هو اش كيبقى يدير؟ كيدير لها ها، هي كتشيبها ها، كدير ليه هي هوب هي هوب، كيبقى يلعب بحال هكا ياكل شي انواع. عاد كاين واحد النوع الشقار كتلقاه خدام بخير وعلى خير، كيشد الصالير زوين كذا، كيجي كيقول لك دوز ليا ظهري، دوز ظهري، راه الطبيب اللي كيقول لك دوز ليا، فهمتيني؟ خاص تقولها للطبيب اللي دوز ليا. كيجي كيبدا يقول لك حك ليا ظهري، قول لي حك ليا ظهري، دوز ليا ظهري. انا ماشي طبيب، انا لابس طاب ليا واحد السناطات كتقول لي دوز ليا حمام هذاك، كيبدا تحك ليا العيبات، فهمتي؟ كيس موسخ ولا متقوب، اكثر هذوك اللي كتلقى موظفه والعيبات كتلقاها في البنكه والوينه، الكيس ديالو متقوب اصلا، متقوب من الداخل معاه، فهمتي؟ لا صابونه تحمر وجهه، لا كيس يحمر وجهه، الكيلو ديالو لابس ورقه نيبر وقص، البايكيره ديالو تبان، كل شيء كيبان، حتى واحد الحاله. ترى بنادم الحمام راه بغى يمشي، حتى هو راه الحرمه، حتى هو راه خاصك تستر العوره ديالك، غطي العوره ديالك بالعباد. كاين اللي كيبدا يغسل في مرودو حداك ينصل الكيلو، شحال من راجل كبير اصاحبي، هذا الرجال الكبار ما كيحترموش اصاحبي، كينصلها قدامك اصاحبي، كتشقشق هوك كوك هوك كوك دير، وبركي طعرج فيها قدامك، هاك بالك سير واجي كتفاجي، سير را سيري هرد فيها. وتحدى اي واحد في السوفل اللي مسوفلين ديال بصح، خليني من بدر هاري ولا ريكو ولا صحاب اولمبياد سيدني ولا صحاب لا بيسين، الكساله ديال الحمام 200 درجه ديال الحراره والموت كحله والدخان البخار، بلاد ما كتشوفيش لحداك، الضباب متردد، وداخل لابس شورت ديال اللعابه، كتلقى اما شورت احمر اما شورت خضر ديال اللعابه ديال اليمات ديال المنتخبات ديال 86، داخل
ضرب الكيس، ضرب الشرويطه هنايا في النمره، بحال الكابيتان ديال شي فرقه كيدخل هذاك. اي واحد تلفت لكم القزيزيبه ديالو وبغيتو تعرفوا واش مزغبه ولا فيها خانه ولا اي حاجه، حيت كنشوفهم انا كيشد كسال، وهذاك الكسال كيكون عارف كاع القزاز ديال اي واحد، فهمتيني؟ مع احترامات القزيبات الاخرين. المهم علينا، كيهز لك الكيلو ديالك شحال من واحد شفتو انا بعينيا كيطير وهذه، وكيهز لي الكسال بحال هكا، كيهزو كيطلع على بعدا. اول حاجه كيدير واحد الطله، كيدير واحد المعاينه بحال شي مهندس غادي يشوف، فهمتي؟ فين غتجي، فين غتجي، فين غتجي هذاك سميتو الوتيد، فين غيترشي، وكيبدا يدير ليه كيحك عليه شويه، كيدخل لي الشقه هاكاك مشقوقه، كيبدا يدير الران كتسمع بحال الكماجه، كيبدا يهرد لي فيها صاحبي. شوف راجل بحالك بحالو وعاطيك زيزيته كيحك لك فيها في الحمام بلا حيا بلا حشمه قدام الناس، وكتجي كتقول لك انا رجل، انا 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 اللي كاين فرض وجود ديالي، لا سمح لي يا سيدي. لا هذا ولا كتلقاه في في العماله، ولا كتلقاه في شي منصب، ولا كتلقاه في البنكه كرافاطور كوستي من عيبات، ولكن الكسال هو ما عنده لا ديبلوم، ما عنده لا لاسينيسيس، ما عنده لا لا حرفه لا والو، مسكين. واحتراماتي للناس اللي كيجيبوها بجدار واستحقاق، ولكن عندهم رؤيه خاصه للقزيبه في الحمام، كيعرف القزيبه ديالك واش مصهده ولا ما مصهداش، واش فيت منك مقيوسه ولا ما مقيوساش. على هاد الناس هاد الكساله، لهذا بغيت نعطيهم واحد سميتو شنو نقول لهم، بغيت نعطيهم واحد الشهاده ديال الدبلوم ديال القزيبه، اختصاص تخصص قزيبه، لانهم كيطلعوا عليها هما اللي كيشوفوها بمعاينه، فهمتي؟ ومرتك مرتك وما كتشوفهاش لك، تخيل معايا كسال كيشوفها لك واه ب 50 درهم 30 درهم 20 درهم، كيطلع عليها طلايله بحال هكا، بحال شي طبيب كتحس به طبيب، كتحس به كيطلع عليها بحال هكا، كيطلع لك على الصنهاجي ديالك، ورغم ماشي كيطلع عليها وكل كان يطلع لها، المشكله كيبان لك خاشي فيها كيس، كيهرد لك فيها بحال هكا، كيدوز يده بحال هكا، بحال كيدهن شي مسمنه بحال وكيدور، ها شويه كيدير ها ها هوك هوك الروميكس الروميكس، فهمتي؟ طاب الميكساج كيدير لها شويه، كيدخل الشقه الشقه كيبدا يهرد لك فيها بحال هكا، وانت راك عارف ملي كيبدا يهرد لك فيها بحال هكا، راه نورمالمون البويكي راه عندك مع مع الصهد ومع الكيس كيبدا يدوز عليها، كتحس بشي حاجه رطبه، كدير بحال هكا غادي وكتوسع العفريته بحال هكا، كتبسم زينة الحلق، كتبقى غادي تبسم شويه، كتخرج البرد، كدا تخرج للبرد البرد البرد البرد، مصهده مصهده العفريته. اه شي حمام راه فيه انواع، الشقيريه فيه استعماريين، فيه صحاب الرياضه، فيه صحاب الوسخ، صحاب التجمعات، كاين اللي كيتجمعوا كيبقى يناقشوا مواضيع كذا، اش بان لك فهادشي ديال البصله طاطا خيزو راه زادوا فيه وكذا، كيناقشوا مواضيع سياسيه دينيه وكذا، وكيشوف وكيردخ حداه بحال هكا كيف شويه كي طلق سخون طلق دار، انت مالكم على هاد الفوضى؟ شي حمامه ديال ولاد الشعب وحق الرب للهماج، والله تالهناج وحق الرب. دابا عاد تاكدت على ان بنادم علاش كيشري كيدير حمام في دارو خاص، حمام خاص كيوراك على البوطون، هنا البوطون كيخرج البخار، ريحه فليو، ريحه الروينه، فهمتي؟ البادوشات على الانواع العيبات، هذا الشيء علاش عرفتش كيبعد من هاد العيبات. جميع المرض امراض والجراثيم كتنقل عبر هذاك الحمام. واش بنادم يلاه حاك مرود وحداك وحاك وضارب الماكينه بزغبها وكلشي نافضه حداك والعيبات، وانت كتجي تسرح الله اه برد سخون مول يعقوب، كتسرح حدا تما وفرحان وعي ما فهمش، راه كتهز شحال من فيروس تما، عاد شحال من فيروس اصاحبي، طواليطات بلا ما نعاود لكم اصاحبي، ريحه الخرم خلطه مع ريحه السنيكر ومع ريحه الصهد مع ريحه واحد الروائح وقوه بنادم غادي يجي بحداك والصهد والروينه. خويا خاصهم يتمنعوا الحمامات بالعربيه، والله خويا خاصهم يتمنعوا من المغرب نهائيا، راه حق اوروبا ما فيهاش حمامات بحال هكا، ولا كيديروا حمام ديال الناس خاصين كيمشيو ليه غير الناس اللي الفي اي بي، الناس اللي كيريحوا. اما الحمام ديال ولاد الشعب ديال صحاب سطيله وبيدوزه وكذا، بنادم كاين اللي اصلا جاي الحمام ثلاث ايام ما خارجش، ثلاث ايام ما خارجش عباد الله، علاش؟ حيت كيمشي تما كيحيد حوايجو كاملين، فهمتي؟ وراك عارف ملي كيحيد حوايجو كاملين، ملي كيورق بحال ملي كيرايح بحال هكا، راكم عارفين القادوس قادوس، فهمتي؟ راك بحال الزماره بحال هذاك ملي في الجامع الفنا ملي كيدير كيغني له الحنش كيخرج، وبحال هكا كتما غادا العفريته الخارجه بحال هكا غادا كتزغرت ليه حشومه صح. ثلاث ايام ما خارجش، كاين اللي كيمشي للقهوه ثلاث ايام ما خارجش، اربع ايام من المنتخب المنتخب ولا من الفرقه الفرقه، اللاعب الرجل الوداد عادي يمشي للطواليط يدخل تما يغلق، كاين اللي كتقاد عليه الماء يدفل على يدفل على الجريمه، يدفل على على الضحيه وصيفتها بالدفال، تقاد عليه الدفال يبدا يغطى بكلينيكس بحال هكا، شحال من واحد حضرنا عليه بحال هكا، كيشد كلينيكس بحال هكا وضارب خريه قداد ياك قداد تمول تمول الخير ومغطى بحال هكا، ما بغاتش تشيلي مع الماء، ما بغاتش تشيلي مع حتى شي حاجه، اصلا عندها بحال السنانر بحال هكا بحال فتله تمشي، هذيك خاص ضروري تعيطوا للبلديه ولا عيطوا لها بحال هكا، كيتغطاها بحال هكا وكي واش كيدير؟ كيتلفت على اليمين على اليسار ما شافو حتى واحد، كيخرج كيفيرمي لابورت كيدير دك 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 دك، هذاك النوع
كتبقاه ما كيخلاش كونسوماسيون كيدير داك درديكه. وعلاش؟ حيت ما عندوش الوجه باش يبقى يشوف داك الناس كيشوفوا فيه بهاد اللعب. حشومه صاحبي، كتشوت الحمام وتشوت القهاوي عدد اخرى وعاد تجمعوا داك الشيء، حاشاكم وحاشا هادشي. لكن نقول لكم والله اخويا الا حشومه عيب وعار عليكم. بعدا انا بعدا غنعتزل شي حاجه سميتها الحمام، ماشي بغيت نعتزل، لان اخويا تما بزاف الجراثيم، بزاف الاوباش، بزاف النماذج كيدخلوا. راجل كبير هاز حداك صاحبي، اللعيبه ديالو مدليه ليه اللعيبه بحال هكا مدليه صاحبي، بحال هكا البيقلات ديالو خارجين صاحبي بحال شي كلب مدليهم صاحبي. شاد الحاله صاحبي، ما كاينش السترا، واحد سريح وكلك فوق الزيت وحده وجهك. داك النهار انا ما كنديرش نضادر، فهمتيني؟ راك عارف ما كتشوفش مزيان. داخل واحد وحق الله راجل كبير صاحبي، ترى حوالي 90 عام صاحبي من العطاء ديالو لعيبات، وناصل ليا عاد وجهي. كنعطي من تلفت كتبان ليا كتبري صاحبي بحال شي مي، بحال شي حاجه ما عرفش، شي كيس بحال شي حاجه كتبري، المهم شي حاجه بحال شي حاجه، بحال شي جزيره، بحال شي شلال، وما كاين لا زغب لا والو. كتبان ليا بحال هكا، انا متيا واحد اللحظه لقيت راسي عاد وجهي بحال هكا. بحال اش بقى نخشي لي فاصب يعني، اش غندير لي نتقوب عليه، اش نفاخ نضرب لي برن في الشهاد، اش غندير لي؟ لا حول ولا قوه الا بالله صاحبي. المهم خوتي الله يرحم لكم الوالدين، بحال هذا النوع حاربوهم وما خاصكمش تبقاو تلاقاو مع الحمام. ونصيحه، كل واحد يدير الحمام ديالو في الدار على قد الحال، فهمتيني؟ الدوش راه كاين كلشي بوطه 40 درهم معمر الغاز العيبات، وسخن وحك راسك تما ولا تمشي لهذاك الحمام، تشوف هاد المناكير وتشوف هاد المناظر وتشوف واحد مريح لك حدا الروبيني، اش جا ما ينوضو ساعتين وشاد لك تما وكيعمر وكيسخن ويبرد، كيسحب راسو مريح في طابل ميكساج كي فهمتي ديجي ساري هو اللي كيدير العيبات، وكتجي تعمر حتى السطر كيدي خنزرفك بحالو بحال التالي ديال بحال انت ظالمو بحال جاي مغطايف معاه، وانت راه من حقك مخلص بحال وجهي ومريح لك بحال واحد الحمام بحال هكا. كاين اللي كيشد 30 بلاصه كيدور 30 سطال بحال هكا، دور بين 4 سطوله 5 سطوله، مالك اصاحبي مالك؟ ماكلاش الجوع مالك اصاحبي؟ سطوله كاين اللي كيشالي من سطل كيخشي فيه كيلوطو ويغسلو ويخشي فيه رجليه وتسير هزو وتشل رجليه. شتي شو على لقطه كي دايره؟ سطيله بنادم خاشي فيها كيلوطو عاصرو مزيان غاسل فيها كلشي، شويه كتلقى كيشرب منها رادياتور حتى كتمور حتى وياها مراضيع حتى السطله ديال الحمام. مالكم انا صاحبي هادشي؟ واش بنادم كلخ ولا مالو اصاحبي؟ رجليك خارجين في السطل، شو الفيروس؟ طلق فيهم فيروس، غسلتي كيلوطك، كينوض يدير لي بحال هكا، كينوض كيشدو واحد كيدخل كيعوم بيه، مفهمتش، راه بحال هكا كيتنقلوا الأمراض، بحال هكا، السيدة الكونسير الله يحفظ ولا شي مرض ما كاينش أصاحبي، راه بحال هكا باش جات كورونا، راه بحال هكا أصاحبي، الخنز والعفن، وبنادم كيقول لك كنت في الحمام نقي، أنت ما كنتيش نقي، أنت واش واحد عرفت شناهيا؟ راه واحد الإهانة بعدا، واحد خاشي رجلو في السطل، وعطاك تعوم بيه راه بحال الإهانة، راه بحال اللي تردك بحال العبد عدو. خدموا عقلكم صاحبي شويه في الحمامات، وهذه رساله صاحبي الحمامات، ما خاصكمش اصاحبي تخليو بنادم يخشي رجلو السطل، راه عيب وعار عليكم تخليو واحد كيخشي رجلو السطل بحال هكا وكيطلق فيهم هذوك برودوي ديالو ديال مو بنادم، رجلو ديال مو في ريحه لانشون ولا ريحه الكاشير ديال مو وريحه الثومه في وحاطم لك في السطل بحال هكا وكيدير الله وفوطه وكتلقى كيدور فيها بحال هكا. كنت مريح ليا في التنس، كتلعب التنس العناوي تاع نضال، اش كنتي كدير مريح تما خاشي ليا باقلك تما بحال هكا وتعصر كيلوطك في هذاك السطل وتعطي العباد الله يعوموا به وكذا. كاين اللي كيدخل دري صغير، كاين اللي كيدخل مسكراج كبير غيشوف غيعوم بهذاك السطل فيه الفيروس، فيروس وهذوك مالي الحمام كاين لا نظافه لا والو، ما كيكبوا عليه لا جافيل لا والو، انا متاكد واش غيشلل لك 300 سطل في النهار بجافيل عاد شحال غتقام لي غاليه؟ راه هنا بنادم خاصو يعير. المهم في هذه الوقيته خاصك تستغل الفرصه بحال الدري دابا كيتفرج فيديو رشو شويه الريحه باش ما يجيش يقول عاوتاني راه المهم تحياتي لكم الدراري، وديدي كاصحاب الحمام وديدي كاص الكساله اللي عندهم السوف الحقيقي، هذوك هما اللي كنقول لك عندهم السوف المسوفين ديال بصح، خليني يوقف معاك في الحمام تحت 200 درجه الحراره، كنقول لك دار الشور ديسكي تيوي خضر ولا احمر وضرب ليا الكابيتان ودخلوا كيحك 3 4 5 6 في النار ما كيعطلهمش السخونيه وكذا، بنادم كيكما كارو كيبدا يكحل راه شي الكساله هما اللي خاصنا نشاركوا بهم في بطوله تسيدني ونصيرو شاركوا فيهم، لا كان شي مولاه كامله كاش لان ما عندهم عندهم الضغط هذاك سميتو اش كيقولوا ليه تحمل قوه التحمل، وعندهم السوفل عندهم ديك اللعيبات ناضين كناضي فهمتي. وثاني حاجه خاصهم شهاده ديال القزيبه لانه كيطلق على البيكيره ديالك، راه ماشي ساهله، ماشي جي واجي وقول انا كسال عشان باش تكون كسال، راه خاص تكون عندك اول حاجه نظره القزيبه بحال هكا كطلع لها بحال هكا وكتحكها وكتضربها بحال كما جا وتحكها هوك 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 وتخرج منها الوسيخات وكذا تحل المسام والشقفه ديال الاخر كتحل بحال هكا، راه ماشي ساهل، راه مهنه واش من مهنه، نقول لك اللي كاين راه تحياتي لهاد صحاب المهنه والله العظيم. المهم خوتي ديديكا سبيسيال صحاب الحمام، ديديكا صحاب الكساله وكاع دوك اللي كيعريو وكيديروا بحال هكا.
السلام عليكم، طال الله يعطيك الخير.